لا سين اللي وقع في لا سين المساء اللي وقع في لا سين هي شفتوا هذا البان شو تبعتوه اللي وقع عليها في لا سين طلعت في البولفار عيروها سبوها شيروا القراعي ما خلاوهاش تغني وغنات هي كملات هي غنات كانت معنا هي السمانه اللي فاتت كانت معنا في الشو شفتها شفتها صراحه انا عجبتني من ناحيه انه القوه اللي كانت عندها زعما جات للشو عندنا هنايا ومن بعد قالت لك هي اللي عجبني قالت تجربه مزيانه بالنسبه ليا قالت لك انا تجربه مزيانه بالنسبه ليا نشوف واش بان لكم في الواقع الالي اول حاجه ما كانش عليهم يعيروها ما كانش عليهم يسبوها حيت فهمتيني اصلا المهم هي داكشي كدير كيبغي ولا ما كيبغيوش مي خصهم يحترموها كبنت طلعت سولسان وتجرأت فهمتيني وتدير الراب وطلع المهم يحترموها على قبل طلعت لاسين وكانسان فهمتيني كانسان ما خصهمش يديروا لها هكا كيتخطيوها بهذيك الطريقه وما بلانش فريمون ما بلانش واخا انا بغيت مثلا بغيت نهضر معاها هي زعما صيفط لها ميساج هي ان راه ماشي هي اول وحده طرا لها هذا البلان راه جوبونس انا كنت حضرت واحد المره في موازين ما عقلتش من عام كانوا لاعبين في ناير وكان غيلعب وراهم مسلم وفاش طلعوا في ناير اشبعوهم سبان لان كل شيء جاي يتفرج في مسلم فهمتيني وهذا مشكل جوبونس بروغراماسيون ديال لا بروغراماسيون ما يمكنش تجيب ارتيست اللي عارف واحد النوع ديال الناس غادي يجيو يتفرجوا فيه وتجيب قبل منه شي واحد اللي كومبليتمون ديفيرون فهمتيني دونك انا تجولي تخلق مشاكل جوبونس بيك عاوتاني في طنجه كانوا شيروا عليه شي مره شحال هادي ايستوار معروفه مابقاش كاع كيلعب في طنجه دونك اخويا جوبونس لورغانيزاسيون عندها بارتي ديال المشكل في هادشي والحاجه الثانيه جوبونس ان الراب كيخلص لا تاكس ديال لا بوبولاريتي ديالو دابا لان في الاول في الجينيراسيون ديالك ولا الجينيراسيون اللي جات من بعد كانوا الناس اللي تيتصنتوا للراب ناس اللي عارفين بالراب شنو هو كيعرفوا لا كولتور شنو هي وتيتمسكوا للراب بوحدو ناس اللي متعصبين للراب ما يمكنش يجي شي واحد الكونسير يتفرج الا ما عندوش مع الراب ولا ما كيعرفكش انت ما فاهمش لي كود ما فاهمش شنو واقع دابا الناس تخلطوا عليها ليسون كاينين الناس دابا كاينه جينيراسيون اللي طالعه تتمسك للراب ماشي حيت الراب غير حيت واحد خونا تيغني بالدارجه وتنفهموا شنو تيقول وتيهضر على الزناقي والدروبه داكشي عايشينو حنايا مي لو سون راه ماشي راب صاحبي راه نهضروا على راه حط هذاك الديسك وتحط حدا رضا الطلياني وتحط حدا بلال وزينه الداوديه راه داكشي كامل شوز دونك اوتوماتيكمون جري شي واحد بوبليك اخر اللي تخلطات الداوديه بصح هادشي اللي كيعطي مزيان الراب يعني مثلا الراب ولا الشعبي هي مزيانه في انترنت ولكن في الحقيقه راه هادشي اللي تيطرا انترنت ماشي مشكله الفيوز ها البنادم ها اللايكس ها احنا معروفين ها المغرب كامل فين ما مشينا ولكن في الحقيقه اش اللي تيبداو المشاكل عاوتاني كاين الفرق ما بين لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام والحياه والحقيقه حقيقه بيان سور هادشي اللي الدراري الصغار دابا ما فاهمينوش ان راه ماشي ساهل تكون مشهور ماشي صعيب تكون مشهور راه الشهره سهله راه الريسبي اللي صعيب راك ساهل تكون مشهور ولكن علاش انت مشهور ولكن الناس اللي باغا تدخل تتفرج فيك غير على قبل الشوهه واش فهمتيني ماشي على قبل داكشي اللي كدير انت راه مزيان ولا كيعجبهم هادشي خص بنادم يفرق جمع عمره وقعت لكم هادي انا كان طرا ليا واحد المشكل مره وحده كنت لعبت في الرباط في لاصال فينيسونس كان جوبونس في جوبونس كنت ما عقلتش من كونسير بالضبط وكانت دخله فابور اييه وفاش كتكون دخله فابور اوتوماتيكمون راه تيجي تجي القديم هادشي اللي تندوي عليه تتخلط الدعوه مي ما كانش زعما بهذا الحجم هذا كان دوزت الكونسير زعما ما كانش شي مشكل جوبونس حتى 10 دقائق الاخرين واحد المجموعه ديال الدراري واقيلا يكون شي 5 6 ديال الدراري بداو شي بروفوكي وبداو شي يعايروا مي لو فات كو الناس الاغلبيه جايين يتفرجوا فيا دونك اوتوماتيكمون قبضوا عليهم فهمتيني وجاو سيكوريتي وداهم كومي لا ما مروق عليا هي صعيبه هذا الاحساس هذا انا صعيب صعيب كازا والرباط معروفين انهم بيبليك ديالهم صعيب هذه حاجه معروفه زعما هذه كيفاش واحد كيبان الصبر ديالك شحال حيت ما خصكش تعلي ما خصكش هادشي اللي بغيت نقول ان السطات ضربات المورسو ديالها كملات غنات في لاسين فريمون دونك هادي شي حاجه اللي ما يقدرش كلشي يديرها برافو عليها اخويا صحيبي انجل كريس حيبي ما قررونا